جهود كبيرة بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر لتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا. ظل المواطن المصري هو بطل رواياتنا الوطنية، وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته هي هدفنا الأسمى. فشهدت برامج الدعم والحماية الاجتماعية زيادة في مخصصاتها من عام مالي إلى آخر منذ 2014، كما عمدت الدولة على النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 6000 جنيه، إلى جانب زيادة المرتبات والمعاشات بصورة كبيرة لتحمي المواطنين من التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة. وبالنسبة لإجراء دعم السلع التموينية، ارتفعت المخصصات الموجهة للدعم في الموازنات العامة للدولة بزيادة كبيرة جدا، والقيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية. احنا من جانبنا برضو كدولة بنحاول نخفف ما امكن على الناس باجراءات كتير بنعملها، مش احنا اللي بنعملها بس، احنا مع بعض. كما وضعت الدولة مستهدفات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أبرزها زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 22% من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مقارنة بنحو 18% خلال الفترة من 2014 إلى 2023. كما يتم زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن، وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 3 ملايين مواطن خلال الفترة من 2024 إلى 2030. دائما ما كانت القيادة السياسية مهمومة بالفئات الأكثر فقرا واحتياجا، لذا أطلقت الدولة مبادرة حياة كريمة للنهوض بالريف المصري، كما أطلق برنامج تكافل وكرامة لدعم الفئات الأكثر احتياجا نقديا، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والإسكان والتعليم، كان أبرزها مبادرة القضاء على فيروس سي. هذا إلى جانب البرامج الاقتصادية مثل فرصة الذي يستهدف توفير آلاف فرص العمل وتقديم القروض للمرأة المعيلة من أجل إقامة المشروعات الصغيرة لتحسين مستوى المعيشة من خلال برنامج مسطورة. وخلال العقد الماضي سارعت الدولة في تطوير المناطق غير المخططة والتي بلغت 357 منطقة على مستوى الجمهورية على مساحة 160,800 فدان، وتم الانتهاء من 95% منها بتكلفة تخطت 40 مليار جنيه. هذا إضافة إلى الدور المهم للمجتمع المدني والذي تثمن القيادة السياسية دوره، ويحضر الرئيس السيسي الكثير من فعالياته باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا. لعبت منظمات المجتمع المدني دورا بارزا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات، مثل مبادرات وصل الخير ويدوم الفرح وقطار الخير وستر وعافية وكتف الكتف وخيرك سابق، والتي توجت بتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ووفقا لما سبق، يتضح سعي القيادة السياسية لتوفير الحماية الاجتماعية لمحدود ومتوسط الدخل لمواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى تسعى الدولة لتوفير حياة كريمة للمصريين.